حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام. وزارة العدل لها خطوات كبيرة باتجاه التطور والتحديث الشامل لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وفق النظم واللوائح المعمول بها، إضافة إلى أنها تسعى بصفة دائمة على التسيير على المراجعين في إنجاز معاملاتهم بصورة سريعة. حول هذا الموضوع وحول افتتاح مكتب التسجيل العقاري التابع للوزارة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، يسرنا نلتقي السيد الدكتور بدر الزمنان وكيل وزارة العدل. دكتور، بداية نرحب فيك ونحييك حقيقة من خلال برنامج مساء الخير يا كويت على يعني تسهيل الأمور على المواطنين في دولة الكويت والمقيمين أيضا. حياك الله. في البداية دكتور، يعني المشروع نبي ندخل على طول على المشروع، مشروع مكتب التسجيل العقاري اللي تم افتتاحه اليوم، كان يعني تحت إشراف منه وشنو هذا المشروع؟ وخلنا نتكلم عنه بشكل تفصيلي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الاستضافة وعلى كرم الضيافة وحسن الإعداد لهذا اللقاء. طبعا اليوم في صباح هذا اليوم تم افتتاح مكتب التسجيل العقاري في الرعاية السكنية بحضور معالي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ يعقوب الصانع ومعالي وزير الإسكان المهندس ياسر أبول. نوجه لهم تحية للدعم اللامحدود لوزارة العدل من قبل معالي وزير العدل. هذا المكتب طبعا يقوم بجميع الخدمات اللي تتعلق بالتسجيل العقاري داخل مؤسسة الرعاية السكنية. قد يسأل سائل يقول ما هو الفائدة المرجوة من افتتاح هذا المكتب؟ لا شك أن وزارة العدل أخذت على عاتقها تبسيط وتسهيل الإجراءات من خلال استراتيجية وضعناها تحت إشراف معالي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للتسهيل والتبسيط على إجراءات المواطنين فيما يتعلق في معاملاتهم. راح يقدم المكتب طبعا قبل أن نفتتح هذا المكتب يمكن بشهر ولا شهرين كان هناك ربط آلي ما بين وزارة العدل والهيئة العامة للرعاية السكنية، يعني نظام يتحدث مع نظام، مراسلة يعني سيستم مع سيستم. انتقلنا المرحلة الأخرى الآن فيما يتعلق بإصدار الوثائق، بالرهن، بفك الرهن، بإصدار الشهادات. كل هذه الأمور تقدم لكل من يرغب بالرعاية السكنية داخل مثل مقر الرعاية السكنية. كان في السابق كان الوضع يختلف تماما، المراجع قد تنجز معه معاملته وننتظر أن أحد من الأخوة من الرعاية السكنية يأتي يوقع المعاملة. كان يدخل في دهالي سواء وزارة العدل أم البلدية أم الرعاية السكنية. الآن الوضع اختلف تماما، كل المعاملات تقوم في داخل الرعاية السكنية، لا تستغرق المعاملة فقط من 5 إلى 10 دقائق. هذه المعاملات عفوا دكتور اللي تخص الرعاية السكنية، الرعاية السكنية فقط، يعني يتم إتمامها داخل مؤسسة الرعاية السكنية. نعم. وفرتوا خلينا نقول مكتب خاص لوزارة العدل. نعم. في المؤسسة، في مؤسسة الرعاية السكنية بالضبط. طبعا المكتب ممتاز. هذا نعم استاذه طبعا في يكون شيء اسمه رهن، والرهن سحبنا موظفين من بنك الائتمان، موظفين كتاب العدل. نعم. في وزارة العدل وضعناهم كذلك في الرعاية السكنية، من قسم الائتمان، من قسم التسجيل، من قسم الشهادات العقارية، كلهم الآن يعملون في المؤسسة العامة الرعاية السكنية. الآن طبعا كل المعاملات تدور داخل المكتب هذا. ممتاز جدا. يعني المكتب هذا راح يختصر يعني خلينا نقول كثير من الأعمال اللي يقوم فيها المراجع المواطن. أنا يعني أجزم نعم وعلى يقين أن الآن من افتتح المكتب لن يراجع أحد له معاملة وزارة العدل تتعلق في الرعاية السكنية، سواء من رهن أو فك رهن. نعم. أو إصدار شهادة أو إصدار وثيقة، أصبح داخل مبنى الرعاية السكنية. ممتاز. دكتور بدر، قبل لا انتقل الى يعني نقطه اخرى، ودي يعني دائما المكاتب الجديده تحتاج دراسه، هل راح يكون المكتب تحت انظاركم وتحت المتابعه؟ يعني ممكن مثلا في الظروف المقبله ممكن تحتاجون بدل موظفين 3 4 5 وتقدمون هذا الاحتياج؟ لا شك ان المكتب سيصبح هناك مثل توسع اكثر. نعم. طبعا بمباركه كذلك من معالي وزير العدل ووزير الاسكان الرعايه السكنيه، راح نفتح المرحلة القادمة داخل الرعاية السكنية كذلك كتاب العدل يعملون الوكالات الوكالات العقارية. نعم. وكالات بأنواعها. حتى أنه يعني يستطيع المواطن ينجز أي معاملة تخص العدل داخل مبنى،
أضف إلى ذلك حتى لو احتاج مثل شهادات مثل خلو زوجية، نعم، شهادات مثل استمرارية زواج راح تأخذ من هذا المكتب بعد لما يصبح هناك التوسع اللي يعني عن قريب إن شاء الله بإذن الله. دكتور بدر الزبنان وكيل وزارة العدل، يعني في العام الماضي كنت ضيف عندنا حقيقة وتحدثنا عن الحكومة الإلكترونية ونقلتكم وعملية الربط ما بين الوزارات، وقلت إن شاء الله يعني راح يعني نباشر هذه العملية حتى نجد الحلول الجذرية لخدمة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. وبالفعل يعني السنة هذه شاهدنا كثير من عمليات الربط في الحكومة الإلكترونية، ليت نتكلم في هذا الاتجاه ونوضح الأمر للسادة المشاهدين. كما ذكرت لك السادة قبل قليل، لا يمكن لوزارة العدل أن تعمل هكذا على البركة، نعم، إلا وفق استراتيجية ومنظومة مدروسة. ممتاز. بالإضافة إلى خطة تشغيلية لإنجاز البرامج المراد مثل إنجازه. على سبيل المثال في أواخر رمضان تم التوقيع، تدشين التوقيع الإلكتروني بحضور معالي وزير العدل وقيادة وزارة العدل، وهذه خدمة راح تأتينا خدمات أخرى ثانية. ما هو الهدف من مثل التوقيع الإلكتروني؟ كذلك دشنا الآن بعدها كذلك مثل أسعار العقارات فيما يتعلق بالتداولات، هناك خدمة أخرى الصحيفة الإلكترونية سندشنها قريبا جدا بمشيئة الله. نعم. يعني أعتقد والله العالم أنه يعني قبل بداية العام القضائي راح يكون هناك مثل الصحيفة الإلكترونية. قد يسأل سائل ما معنى الصحيفة الإلكترونية؟ نقول يا محامي، يستطيع الأستاذ المحامي من مكتبه أن يجري صحيفة وترسل عبر مثل برنامج اسمه الصحيفة الإلكترونية إلى ضابط الدعوة حتى يراجعها من الصياغة القانونية أو أي ملاحظات، إذا اعتمدت أرسلت إلى الجدول، أرسلت إلى الرسوم، هكذا حتى تصبح هذه الصحيفة معتمدة وتم وضع لها مثل وقت زمني ورقم الرول والجلسة والدائرة. دشلنا خدمة قبل تقريبا شهر فيما يتعلق رول الجلسات، أن يستطيع المواطن الآن مجرد دخوله إلى قصر العدل سيشاهد الجلسة، الحكم، الدائرة، ماذا تم فيها، تم تأجيلها، إحالة الخبرة، ردت، شطبت، كل الأمور هذه متاحة الآن يشاهدها على رول الجلسات. في كل قاعة تشاهد مثل شاشة اسمها رول الجلسة، يستطيع أن يشاهد كل ما يتعلق بالدعوة الخاصة فيه. دشينا خدمة قبل تقريبا كذلك 3 أسابيع فيما يتعلق في الرسائل النصية. لو ترغب أنت الآن تعمل وكالة، أي كانت وكالة بأنواعها، يسألك الكاتب العدل هل ترغب بوضع رقم هاتف التليفون الخاص فيك؟ ويسأل يقولك ليش أنا أحط رقم التليفون؟ أقول حتى أنا زودك بكل ما يتعلق بهذه الوكالة، سواء من إلغاء كلي أو إلغاء جزئي أو أن ما يحصل على هذه الوكالة. فقمنا نتواصل مع يعني الموكل والوكيل وهكذا. هناك خدمات كثيرة دكتور. عفوا أتوقف عند هذه النقطة، يعني بالفعل هناك بعض المشكلات التي تحدث، مثلا شخص يلقي وكالة لشخص آخر والشخص الآخر لديه العلم في إلغاء هذه الوكالة ولكن يروح يستخدمها في طرق خاطئة، ويعني أمور بعدين تدخل في يعني متاهات ومحاكم وغيرها وقصص طويلة. هذا البرنامج الإلكتروني ممكن يحل من هذه المشاكل؟ هذا جزء يحل لا شك، جزء يحل أنه يخطره، راح يبين من خلال بعض الشركات اللي تعامل معها وزارة العدل متى فتح الرسالة والساعة كم وكل البيانات اللي تثبت أنه فعلا فتح الرسالة وتم علمه اليقيني بأن علم أن هذه الوكالة تم إلغائها. نقول لا، القانون رسم طريق آخر كذلك فيما يتعلق بالشخص اللي يرغب بإلغاء وكالة، على أن يلجأ للإدارة العامة التنفيذ، يسجل إنذار ويخطر الوكيل أن تم إلغاء وكالتك بالتاريخ الفلاني كذا وأحذرك أنك تستعملها. هذه كلها إجراءات قانونية. إحنا مقدمين على مرحلة يعني حكومة إلكترونية، لا شك أن معالي وزير العدل وزير الأوقاف يعني نوجه لها تحية من خلال تلفزيون الكويت، الداعم الأول لوزارة العدل فيما يتعلق بالوسائط الإلكترونية. يعني بدينا يعني فعلا نحس أن هناك تغير كبير فيما يتعلق بالخدمات اللي تقدمها وزارة العدل. أبسط حاجة الآن لو أقول لك يا فيما يتعلق بموقع وزارة العدل، في عام 2014 كان فقط يدشوا على خدمات وزارة العدل سواء منع السفر، دفع النفقات، تحويل النفقات إلى آخر من الأمور هذه، ما يقارب 5,556,000. نعم. في عام 2015 حتى تاريخ اليوم، أخذت الإحصائية حتى تاريخ 9/8، 4,140,000. ما شاء الله. فإحنا نتكلم بالملايين، الناس قاعد تدخل في خدمات قدمناها. نقول حتى المرأة اللي لها نفقة نقول ادخلي على الموقع
وراح تشوف النفقة تحولت لشوين ومتى والوقت وكل الأمور. الشخص اللي يملك عقارات وعنده إشكاليات مع المؤجرين يقول يا مؤجر إذا ما رغبت أنك تأتي إلى المحكمة أو الإدارة العامة للتنفيذ تودع الأجرة عليك الدخل تدخل في موقع وزارة العدل وتودع الأجرة، ويستطيع المالك أن يدخل ويعرف من اللي أودع وأودع عن أي عمارة وأي شقة. يعني هذه خدمات قاعد تقدمها وزارة العدل، نعم، ولكن نحتاج أن الناس يفعلونها أكثر وتحتاج تسويق أكثر. لا دكتور شك. لا شك. بالفعل يعني الأجهزة الإعلامية لابد يكون لها دور واسع في هذا المجال حتى نعلم السادة المشاهدين أو المواطنين أو المقيمين في دولة الكويت أن لكم يعني مجال أنكم وانت قاعد في البيت تخدم نفسك بنفسك. صحيح. فمثل هذه مثل هذا الموقع دكتور يحتاج باسورد مثلا معين، يحتاج تعليمات معينة يأخذها في البداية الشخص حتى أو يعبي طلبات معينة حتى يأتي له باسورد، ولا عادي يدخل ويدخل رقم المدى واموره هو يعني. نعم. انا جبت تقريبا بعض الامور وسلمتها للاخوان حتى ممكن يعرضونها الان ويشاهدونها فيما. نعم. يتعلق يستطيع اما بالرقم المدني. نعم. او رقم الايبان البنك ماله يعرف كم تم ايداع ومن الشخص اللي اودع له وعن اي عقار وعن اي شقه ومتى اودع له وما هي الاجره. نعم. وعن اي شهر. كل الامور هذه متاحه في ناس الان يعني اصبح الان في الوقت الحالي الامي هو اللي ما يعرف لغه الكمبيوتر وليس الذي يعني ما يقرأ ويكتب لا. نعم. فيحتاج أن يثقفه، وإحنا دورنا وزارة العدل من خلال برنامجكم الموقر كان قال إحنا ننشر الخدمات هذه من خلال الإذاعة التلفزيون الصحف، بالعكس وحنا على أتم الاستعداد، إحنا نقول لهم أبوابنا مفتوحة بل قلوبنا مفتوحة للكل أن نستقبل أي إنسان عنده سواء مظلمة شكوى استفسار نرحب فيه، وإحنا يعلم الله ما قعدنا لخدمة الكل كافة دون تمييز، ويسعدنا أي ملاحظة من أي مواطن أو مقيم على وزارة العدل نستقبله بكل أريحية. يعني دكتور هو مو مدح حقيقة ولكن إثباتا لوجودك، يعني باب مكتبك مفتوح للجميع، ويعني سمعنا من كثير من الأشخاص الدكتور بدر الزمنان حقيقة دكتور متواضع في أخلاقه متواضع في تعامله مع الناس، فكل الشكر لك دكتور. طبعا إحنا يعني البوابة الإلكترونية دكتور لها أهمية خاصة في عملية تخليص أو يعني تخليص المعاملات والإجراءات عن المواطنين وأيضا المقيمين لهم دور دكتور، ولا فقط المواطن بس الخدمات هذه تقدم؟ لا الخدمات حق الكل كافة، كل مقيم على هذه الأرض الطيبة. نعم. يستطيع بالرغم المدني يرغب بأي خدمة، يستعلم عن عقار عن قضية في إدارة الخبرة في المحاكم في كل الأمور اللي تخصه. نعم. يستطيع أن يتابع القضية حتى بالموقع، يستطيع يعرف أنه عليه منع السفر رفع المنع السفر والأمور هذه كلها يستطيع من خلال بوابة العدل الإلكترونية أو من خلال داخل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يستطيع يدخل عليهم، لأنها كل الخدمات تم تزويدها لقطاع مثل الجهاز المركزي. هناك. نعم. أيضا في خدمات مهمة ملزمين فيها وزارة العدل بل كل وزارات الدولة في 30/9/2015 هناك خدمات إحادية اللي هي؟ أي مثل تكون بينك وبين طرف معين وخدمات. نعم. مثل مركبة تكون بينك وبين جهات معينة هذه نهاية 31/12/2015 هناك خدمات قدمتها وزارة العدل في الربط الإلكتروني للتبسيط وتسهيل كل الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق في البلدية من شهادة الأوصاف وتحديد العقار. أنا ما بيخلي الرجل يتعب الآن، بدينا مثل تراسل إلكتروني إما في نظام الجي تو جي خلال تراسل إلكتروني مع البلدية أو من خلال البرنامج اللي تم إعداده عندنا الآن، كذلك مع البنك الائتمان العقاري فيما يتعلق بالاستفسار عن جميع العقارات الخاصة بالمواطنين اللي يرقب إما بياخذ قرض اجتماعي أو بقرض مثل سكني، ربطنا كذلك مع الهيئة العامة للإسكان الآن، في كذلك مع البطاقة المدنية فيما يتعلق بسجل الوفيات. سجل الوفيات يا جماعة أنا رسالة من خلال برنامجك الموقر أقول للناس انتبه اللي عنده وكالة أو أي إجراء يبي يسوي في العدل والشخص اللي بيسوي له هذا الإجراء متوفي راح نتعامل معاك وفق الإجراءات القانونية، لأن عندي سيستم يبين مرتبط أنا أنه راح تظهر لي رسالة أن هذا الشخص متوفي. نعم. فأقول له أحذرك أنك تتعامل مع أي إجراء في. نعم. وزارة العدل تحديدا. نعم. نعم. سواء في المحاكم في التسجيل العقاري في التوثيق خاصة كافة وزارة العدل، لأن نزلنا الأنظمة ونعرف أن الشخص هذا توفى في اليوم الفلاني الشهادة رقم كذا، فما أنصح لأنه راح نتعامل معه وفق الإجراءات القانونية بحاجة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. هناك خدمات كثيرة قدمتها. نعم. وزارة العدل وسهلت وبسطت الإجراءات، كذلك الربط مع قطاعات الوزارة الآن المشروع الجاي نربط فيه كل قطاعات الوزارة، ما عاد أبي أنا أقول حق المواطن روح حق الإدارة الفلانية خذ الكتاب الفلاني،
لا، في ربط راح يصير مع الإدارة، مع الإدارة، غير الربط الخارجي اللي مع الجهات. حطينا الآن سيرفر كامل فيما يتعلق بكل ما يتعلق بالوكالات، وهذه الخدمة أكثر الجهات اللي تطلبها مثل الداخلية وبعض البنوك. فائدة هذه الخدمة أني أقول تستطيع تعرف الوكالة هذه سارية أو منتهية، فراح يسهل كثير من الإجراءات أنه يعرف كيف يتعامل مع الشخص اللي أمامه. في خدمة الآن راح ندشنا قريب جدا فيما يتعلق الإجراء الوكالة عن بعد، تستطيع في بيتك من خلال توقيع إلكتروني أنك تجي الوكالة اللي تبيها، سواء عامة خاصة أي كانت وكالة بأي نوعها، ومن ثم تذهب إلى أي مكتب في إدارة التوثيق تعطيه الرقم الآلي هذا وراح يسحب لك وكالة يسلم لك إياها مع دفع الرسوم. خدمات كثيرة يعني قدمتها العدل، ولازلنا نطمح للأكثر، وهذا طموح، ويعلم الله إحنا مثل ما ذكرت من البداية ما نعمل إلا وفق منهجية واضحة، ومنهجية لها برنامج زمني، وحتى لو تأخرنا راح نقول لك ما هو سبب التأخير في القطاع الفلاني. المسألة فيها ثواب وعقاب. لا يمكن أن نجلس في مكاتبنا دون خدمة الناس، إحنا ما جلسنا في المكتب إلا نخدم الكافة دون استثناء، وهذا نهجنا اللي إحنا انتهجناه مع معالي وزير العدل. هذا العجم فيكم دكتور حقيقة، يعني خدمة الناس وخدمة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة مطلوبة من الجميع، والتكاتف دائما مطلوب من الجميع. عملية ربط الإدارات داخل وزارة العدل دكتور، هل تختصر يعني مثلا على المواطن عملية الروحة والردة؟ أكيد طبعا، ما في شك كل القطاعات مربوطة مع بعض، ما في شك. الآن المرحلة القادمة قبل ما تنتهي 2015 راح يصير الربط بمشيته مع كل قطاعات الوزارة. في خدمات أيضا راح نقدمها حتى فيما يتعلق في الفحص الطبي. الآن فحص الطبي يأتي المواطن ويرقب الزواج، أقول لا تعال روح أخذ الشهادة روح كذا، لا راح أنا قاعد الآن في طور ربط مع وزارة الصحة ممتاز. فيما يتعلق في الفحص الطبي، مجرد أنه يدخل هو على الموقع يحول طلبه بعد التأكد إن لما تأتي معاملته أنه مستوفي جميع الإجراءات الشكلية والقانونية. ممتاز، كل الشكر لك دكتور على تواجدك معنا في مساء الخير كويت، شاكري حضورك حقيقة. بارك الله فيك، وأنا سعيد بشوفتكم ولقائكم، الله يحفظك. الله يخليك دكتور. إذن مشاهدينا الكرام، كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور بدر الزمنان وكيل وزارة العدل. يعد مشروع مستشفى جابر الأحمد من أهم المشروعات التي تعمل عليها وزارة الأشغال بالتنسيق مع قطاعات أخرى في الدولة، وذلك لإنجازه بالطريقة المثلى ووفق المخطط الذي وضع من أجله، ليكون صرحا جديدا يضاف إلى الصروح الوطنية التي تقدم خدماتها المتميزة لأبناء هذا الوطن.